تسلح فيني. اليوم معزومين عن بيت جدك ومن هلا رح قلك الأسئلة والأجوبة. ما في داعي تخربط وما بدي يروح صيامي كرمالك. ركز. إذا سألوك ماما إمتى بتعمل فطور للبابا بتقولهم بتفيق من الستة بتبلش للمغرب عم تجهز الفطور للبابا، مو لأبوي للبابا. وإذا سألوك شو غداكم بكرة بتقولهم ما بعرف. وإذا سألوك صحي البابا اشترى للماما ذهب بتقولهم دوبنا عم ناكل. وركز، بدك تبكي يعني بدي أحطلك موسيقى المال والبنون تبكي لك شوي. وإذا سألوك صحي بتروحوا على المطعم بتقولن شو يعني مطعم؟ إجباري، ليكون في إشارة استفهام على وجهك. وإذا سألوك اجيتوا بتاكسي بتقولن لا، لا باص ولا بتاكسي، اجينا مشو وماما شالتني على ظهرها وتكسر ظهرها يا حرام. وغير هيك شو ما سألوك بتقولن ما بعرف، وبس عض أصابيعي أو أطرق حالي كف معناتها بتفهم وبتخرس. مفهوم صح؟ خلاص فهمت عليك، تفضل نروح. على فكرة قبل ما نجي لعندكم من شوي ماما فاقت وما بتساوي أكل بالبيت وخمخومة نوم ما بتفيق. إيه دهب ملبسها بابا لهون، دهب كل يوم جيب لقطع الدهب، أكل مطعم كل يوم ناكل. إيه جينا بتاكسي لعندكم، إيه جينا بتاكسي، وكل يوم بتحكي عليكي وعلى عماتي ما بتخلي عليكم كلمة، بتدق لجارته بتشلي عليكم والله. وبابا مفكر يشتري لها سيارة لماما لأنه رجليها عم يجعوها بي ام. يا ابن الكلب يا ابن الكلب، لك انا قلت لك ما تحكي شيء، لك حكيت فوق بزيادة، لك كم مرة نعلمكم انه هذا الشيء غلط غلط غلط.